ها وش عندك؟ شف لي مدخل معك. مدخل؟ وش مدخله؟ أبي أصرف معك وأخذ حق راسي. إيه هذا نظامك. طيب ما هو مشكلة، خلنا أفكر في الموضوع وأرد عليك. ودي نزل البيت. شوف وش السالفة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ميت خلوه. الريحة هذه من أمس فايحة، يوم طلعت في الزبالة وألقى الرجال هذا ميت فيها. هذا كله من المخدرات، شكله خيار أمينة. خير يا شباب، وش فيه؟ يا رجال هذا واحد ميت هنا. ميت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا يا رمشا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. شلونك طيب؟ استر. آمني يا ابو عرب. يا عامر، انا عرفت انك تشتغل بتخليص الجمركي، وقلت انك تنفعنا بشغلنا. اي شغل يا ابو عرب؟ الشغله دي تركتها من زمان. لا مو على كيفك يا عامر، اذا قلت لك شيء تسمع كلامي وتسويه. ابشر، وش المطلوب مني؟ في كمية كبيرة يا عامر داخل إلى البلد، وعندك واحد من أمرين، إما تشوف لنا أحد المسؤولين يأخذ فلوس ويدخلها، والأمر الثاني أنت بنفسك تدخلها بطريقتك الخاصة. سمعت ولا لا؟ من وين أشوف لك مسؤول مرتش يا أبو عرب؟ بعدين أنت خابر، الجمارك ما يمر شيء إلا هم فتشينا. يا أبو عرب أنت شفت المقطع الأخير اللي انتشر، الجمارك طلعوا من وسط البصل الحبوب. تكفى فكني يا ابو عرب. يعني افهم من كلامك ما تبي تساعدني يا عامر؟ الا بساعدك يا ابو عرب، بس بدون شبهه. تكفى يا ابو عرب، انا ما صدقت على الله يتوب علي من هالامور. من اللي ساعدك يا عامر باول طريقك لين جمعت فلوس وفتحت المؤسسه هذه؟ انا بمجهودي يا ابو عرب، وانت بعد ما قصرت. وعلشان ارد لك جمايلك، ابد ادخل معي في الشركه وابشر بعزك، الخير واجد يا ابو عرب. بس انت ادخل معي. عامر، نشوفك